الحلقة هذه بالذات خاصة باش نهزكم معايا في مغامرة للبحث على شلال في وسط الأدغال على بعد فقط ساعتين من مدينة إسطنبول و19 كيلومتر على مقاطعة إزمير. أما مش برشا الناس تعرف المنطقة هذه. اللي يميز الشلال هذا أنه موجود في أعماق الغابة مخفية في أرض مخفية، بس نسمع صوت الشلال من بعيد. اسم الشلال نوزيهات، هو موجود في قرية اسمها نوزيهات. المنطقة هذه تتميز بوجود مجموعة شلالات، بس مهمتنا اليوم هو الشلال الأكبر اللي تحب له برشا مشي، تقريبا 6 كيلومتر. طريق الشلال هذا مش تكون صعبة، فيها برشا تحديات ولازمها شجاعة. حتى طرزون جي باش يعاوني، طريق مش ساهل جملة، شفنا برشا مرات حتى نرجعو، لكن أنا كنت حابة نكسب التحدي. المنطقة منعزلة على العالم كليا، وعلى طول الطريق معرضناش حتى حد، بالطبيعة كان طرزون يعاوني برشا. حتى شبكة الإنترنت في المنطقة هذي ما فماش، تحس روحك في عالم طرزون الحق وعالم الأدغال. قبل ما نوصل الشلال، إذا كانك مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس، ما تنساش تنشر الفيديوهات في كل مكان. الطريق مازال طويل اما حلو برشا، الخضار والطبيعة والشجر خليك تنسى كل شيء. اخيرا بعد تحديات في الطريق والحمد لله ما طحناش، بدينا نشوفه في الشلال. سبحان الخالق على هذا الجمال الطبيعي، الإحساس إنك تقف في غابة وتطلع في برج المياه باش توصل للشلال، إحساس كان غير عادي، فرحتي لي توصف لأني كملت الطريق ووصلت لهناك.
اليوم تجربة كانت مش عادية أبدا، من أحلى التجارب، خوف ورغبة استطلاع واكتشاف في نفس الوقت. إن شاء الله يكون الفيديو بما عجبكم، لا تنسوا تشاهدوا الفيديو في كل مكان وتشتركوا في القناة إذا غير مشتركين.